الله الرحمن الرحيم من الدولة العريقة. بشكر ربنا سبحانه وتعالى يعني حقيقة السنة 2019-2020 النهارده تقريبا فات سنة. بشكر ربنا سبحانه وتعالى بشكر كل الشكر إن شاء الله طبعا لأن وراء مصر العظيم لا يشكر ولا يذم إنما هو ده عقل ربنا. بشكر ربنا طبعا مش عشان الشرطة وفن الشارع مشكور في الخلق الله اللي يشكر ولا يذم. بشكر أعضاء جميع ومعنى القانون بشكر جماهير الزمالك العظيمة وكل الصفحات اللي كانت تواصل معايا حتى اللي كانت مختلفة معايا من كده بشكر أسرتي الحمد لله تواصل معايا فضل خلص الفيديو. وعايز أقول أولا ده نصر من عند ربنا حتى رجع الحمد لله الناس أكدت إن إحنا لا حرامية ولا كان عندنا مخالفات بفضل الله. لكن أنا أولا الناس اللي إمتى أرجع للنادي أنا قلت لسامي المسلم لو وصلنا القضية بإذن الله إقرار الفريق عشان الولاد ما يتشددوش أنا مش هنفذ الحكم إلا بعد ماتش الأهلي. عندنا ماتش فاهمني ثلاث رايح ثم ماتش بعد ماتش الأهلي إن شاء الله هروح مستلم بإذن الله إن شاء الله. ده رقم واحد. رقم اتنين هنزل الانتخابات ما انزلش دي قضيتي بقى الشخصية أنا وأسرتي مش حياة النادي الحمد لله من نزول الفريق. كلمة ثلاثة بالنسبة لكارترون كارترون عشان الناس اللي قالها انا اللي جاي وهو اللي هنا فاللي بيتكلم عن كارترون والامين ده كارترون موجود وبدعمه هو والفريق والناس اللي معاه لان مفيش حد عاقل هيجي فريق شغال واخد دوري بلاعيبه اللي انا شاريها اجي اقول لهم لا شكرا امشي طبعا مش هيحصل الكلام ده كل الدعم لكارترون والجهاز اللي موجود واللي هيقعدوا بقى يجعجعوا اصله هيمشي كارترون استقرار الفريق الفريق ده انا اللي عامله فريق الكلوب ولادي انا اللي متعاقد معاهم. في النهايه في ناس عايز اشكرها بشكر كل اللي قدام في الدوله دخل بعيد عن الاوضه بعيد عن الصندوق بتاع الاوضه ده خالص دخل من مسؤولين كبار كانوا عايزين يحلوا المشكله من غير القضاء لكن انا صممت ان المشكله تتحل عن طريق قضاء مصر لان القضاء لما يقول مرتضى منصور صاحب حق ويرجع دي عندي وسام على صوتي ان شاء الله باذن الله. الفتره اللي فاتت دي كلها ربنا يوفقنا ونصلحها. انا عرفت ان في لا دفع فلوس ضرايب والتامينات بقالهم سنه واخدين قرض 70 مليون وبعض المحلات كلها كل دي مشاكل جايه للي سواء انا رشحت نفسي او لغيري ربنا يوفق سواء انا او اللي هيجي باذن الله ده لي قرار مفيش حاجه تمنعني من النزول واللي مش عارف ان لا مفيش حاجه تمنعني ارحمه ويسال الوزير يقول له مفيش حاجه تمنع من القرار انما قراري قرار اسرتي وقراري انا شخصيا. في النهايه تاني بقول بشكر كل ربنا طبعا ربنا النصر اللي عنده ربنا وبقول تاني انا مش هنفذ هذا الحكم اللي بعد ماتش الاهلي باستقرار الفريق حتى لا يتشدد تمام؟ تاني بقى بعيد ان كارترون راقي مش هنفذ انا اللي جايبه هو اللي كان مشي مش هنفذ الشيخ فان شاء الله باذن الله بقول لجماهير الزمالك العظيمه اللي دلوقتي فوق دماغي واخدكم بقول لكل الصفحات الزملكاويه بقول لبعض الجماهير اللي هي برضه من مصر فقط او اي نادي بشكركم على وفاتكم لانه حسن في واخد حقي برضه من في مجلس النواب اللي اتزور فيه الانتخابات عشان اطلع ربنا سبحانه وتعالى ما بيظلمش حد ويسيب حد مظلوم بس ده اتاكد لكل الناس اللي كانت ضاله وعماله تهوى ونقل مخالفات لا لا الحمد لله النهارده اتاكدوا ان في مخالفات باذن الله وانا واثق في النائب العام لما ده بيصور ثقه مطلقه هو والاستاذ محمد العام الاول ثقه مطلقه عمره ما هيظلم حد احنا جربناها قبل كده في القضيه الاولانيه بتاعت ثلاث عمليات والحاضر على انتظار قرار العادل ايا كان القرار احنا هنحترمه في الاخر طبعا ان انا بروح وراي سنه كل جلسه بيجوا بيقعدوا بشكرهم جدا 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 واصلا انهم انتم بتؤدوا واجبكم حتى السبت اللي انا عملتها شويه وبيأدوا واجبكم ان شاء الله ان شاء الله خير قادم لبلدنا كنا فيها حاجه.